وعدناكم دايما ان احنا هنقدم لكم وصفات جميله وتنفع لللو كارب وتنفع للكيتو وتنفع للسعرات القليله. النهارده جينا لكم بوصفه جديده مع مدام رحاب، هتقول لكم ازاي تعملوا مربى الفراوله. وهي بتعمل مربى الفراوله انا هقول لكم على فوائد الفراوله. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده عايزين نعمل مربى فراوله. مش دعوه بيا، انا بعمل قهوه. هناكلها بامان وحلوه لاولادنا كمان، وهناكلها واحنا مطمنين. مبدئيا مربى الفراوله هي ليها كذا طريقه، بس احنا هنعمل ايه؟ هنجيب فراوله هنقطعها قطع صغيره. طبعا انا عشان وقت الحلقه فعملت كل ده يمكن قبل ما نطلع الفيديو. هنقطعها قطع صغيره جدا وهنحطها على النار بميه. مبدئيا هو ده شكلها، تمام؟ مالكوش دعوه بيا برضه. انا ما حطيتش، لا مالكوش دعوه بيا، انا بعشرب قهوتي. انا ما حطيتش عليها سكر دايت، تمام؟ ما حطيتش عليها فانيليا او ليمون دلوقتي خالص. انا بسيبها لحد لما تديني المنظر ده، تمام؟ وهسيبها شويه على النار لحد لما بيقولوا تقعد تقريبا او تقعد، مش عارفه يعني، هم بيقولوا كلام كده انا بسمعه بس برضو بحاول اقوله زيهم. المهم يعني انا بسيبها على النار. في الاخر خالص يا جماعه هنحط سكر الدايت بتاعنا. زي ما اتفقت معاكم بالنسبه للوصفات الصحيه، سكر الدايت هنحطه على حسب المذاق اللي انت بتحبه. بتحب الحاجه مسكره هتحط، يعني كمثال مثلا انا هحط حوالي 2 او 3 ويمكن 2 كمان، عشان احنا اصلا ما بنحبش السكر كتير. بالظبط، تمام. وده طبعا لو الفراوله اصلا مسكره فيفضل ان احنا نقلل الكميه، يعني ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 1 على حسب المذاق. من مزايا الفراوله اول حاجه لازم تعرفها انها سعراتها الحراريه قليله، يعني كل 100 جرام فيهم حوالي 32 سعر حراري، وكل 100 جرام فيهم حوالي 6 جرام كربوهيدرات، فهي لو كارب تشتغل لو كالوريز تشتغل، يعني سعرات ومنخفضه الكربوهيدرات، تمشي للشخص اللي ماشي كيتو وتمشي للشخص اللو كارب دايت. زي ما متفقين وعارفين ان الكيتو واللو كارب، يا اما انت بتزود دهون في يومك، لو انت هتاكل مربى بقشطه يبقى انت كده كيتو، مربى فراوله لو كارب وقشطه فيها دهون فانت معلي الدهون، يا اما انت هتاخدها كمربى عاديه لو انت لو كارب من غير اي ايه، من غير اي دهون خالص، بحيث انك انت تاخدها بدل الفاكهه. في ناس بتزهق من كتر الفاكهه فبنعملها لو كارب دايتس، بنعملها في صوره مربى. نقطه مهمه جدا، وانت بتشتري الفراوله اوعى تشتريها معطبه. ورحاب بقى علمتني حاجه، قالت لي طالما عدى عليها 3 ايام تعملها فراوله، يا اما تقطع الحتت اللي هي متعطبه عشان ما تضربش الفاكهه كلها، وتحطها فين؟ في الفريزر، تخزنها في الفريزر او تلحقها في صوره مربى بعد ايه، بعد نزع الحته الايه اسمها ايه، المعطبه، البايظه، الحته المعطبه، عشان دي بتتلف الفاكهه كلها. فنصيحة انك انت 3 ايام مدة تخزينها، 3 ايام في التلاجة، اكتر من كده اقلب على ايه مربى، اعملها احطها في تنفع عصير بعد كده. في ميزة في الفراولة انك انت لما بتيجي تعصرها بتشربها بالالياف، فهي برضو حلوة جدا في شرب الالياف. غنية بفيتامين سي، 8 حبات كأنك برتقانة، وفيتامين سي بيعزز جهاز المناعة. ولاحظوا يا جماعه الناس الاوروبيين بره في الفيروس اللعين اللي هو مصاب العالم كله، هم جهاز مناعتهم قليله لان اوروبا ما فيهاش شمس، فيتامين د ناقص، وبيشربوا خمره كتير، كبير صغير بيشربوا خمره، يعني جهاز المناعه عندهم ضايع، بلس ان فيتامين د ما عندهمش. فاحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى عطينا الشمس الصبح الساعه 10، عطينا ان احنا برضه كديننا كاسلاميا محرم لنا الخمور، وبرضه المساحه ما بيشربوش خمره كتير، فاذا احنا جهاز مناعتنا قوي وما تخافوش. احنا كل اللي احنا عايزكم الفتره اللي جايه، ودايما بقولها لكل الناس، ان احنا نعزز من جهاز المناعه، ولازم نرفع من قوه المناعه عند كل شخص، لان ده الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا. طبعا انا بصب قهوتي دلوقتي، انا بحب اشرككم معايا في القهوه، انا بشرب من فنجانين لثلاثه زي ما انا قلت لكم امبارح في اللايف بتاع الفيديو، لايف بتاع القهوه، قلنا لكم القهوه من المضادات للاكسده وبتعزز من جهازك المناعي برضه، فانت لازم ايه، دخلت مفرمه عبد الباري هتتفرم مناعه، من هنا رايح بقى المناعه هتزيد عندك. ها وصلت لحد فين يا رحاب؟ بصوا يا جماعه ده شكلها دلوقتي وهي على النار، تمام؟ احنا لما خلاص احنا شايفينها ان هي اوريدي جاهزه، او قبليها بشويه هنحط سكر الدايت بتاعنا، هنحط رشه فانيليا، اللي عايز يحط فانيليا هيحط، اللي مش عايز براحته زي ما هو حابب، وعصرتين ليمون، تمام؟ ليه بنحط سكر الدايت في الاخر؟ علشان لو حطيناه من البدايه هيمرر طعمها،
فاحنا عايزينه في الاخر خالص قبلها بشويه يعني خلاص نحس ان هي اوريدي جاهزه، فهنحط سكر دايت. ماشي دعوه بيه. تمام، ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده، وبعد ما تخلص هنصورها ونقول لكم برده. الاستروبري الفراوله قابله للذوبان في الميه، لذلك هي بتقلل الكوليسترول في الدم، بتخلي الكوليسترول اللي هو ال LDL اللي هو السيء يقل في جسمك، فهي مفيده جدا للناس اللي هي عندها كوليسترول عالي. ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هي فيها فايبر قابله للذوبان، الياف قابله للذوبان. وعشان ايه كمان يا شطار اللي معايا في البيت؟ عارفين ان فيتامين سي بيعمل ايه؟ بيقلل الكوليسترول. يا رب تكون حلقه خفيفه ومفيده ليكم. شويه هنجيب لكم الفراوله عامله ازاي في الطبق بعد ما تطلع. في ملحوظه معلش نسيت اقولها لكم، كل شويه هنفضل نقلب فيها وبالشوكه هنفضل ايه نتك عليها واحده واحده كده لحد ما تدينا المنظر اللي انتم شايفينه هنا. تمام، يبقى نفس المنظر ده وهنغطي عليها. عايزه اقول لكم طعمها جميل وصحيه. في ناس بتحط عليها بذور شيا، في ناس بتحط عليها جيلاتين، فلا يعني احنا عايزين الحاجه يا جماعه كل ما تبقى في صورتها الطبيعيه ده هيبقى افضل لينا ولاولادنا. اصبر، كم استخدمت في كذا فيديو بذور الشيا؟ بذور الشيا ليها استخدام لعلاج الامساك. معلقه بذور الشيا على كوبايه ميه، الناس اللي عندها امساك تدعي لنا كده، كوبايه ميه دافيه على معلقه بذور شيا و10 دقائق ويشربها، انسى الامساك، ده رقم واحد. مهم جدا تبقى عارف كمان ان هو ايه مضاد للاكسده وبينقي بشره الايه الفراوله، بتنقي البشره. ليه يا دكتور؟ عشان فيها مواد مضاده للاكسده. الناس بس اللي عندها حساسيه منها دي اللي بقول لها ايه، دور على مصدر سي تاني وانفد بجلدك، اخلع من الفراوله. ليه يا عم الحاج؟ عشان بيجي لي حساسيه منها، فاحنا نبعد الناس اللي عندها حساسيه، بقول لهم ابعدوا عن ايه، عن الفراوله. في حاجه تانية يا رحاب؟ لا خلاص، هي انا هنزلها في كومنت صورتها. انا النهارده ما بهدلتش مطبخ على يدكم اهو، ما بهدلتش انا عملت قهوتي وما بهدلتش المطبخ. نقطتين ميه ومعلقه نقطتين قهوه فين؟ تصدقوا مطبخ ماليش فيه، انا ماليش. بتيجي في الاخر بتقول لك انا ما بزعقش، انا بتزعق. انا حطيت سكر الدايت دلوقتي تمام، لان هي خلاص على وشك ان هي هتنتهي، وهنحط نقطتين ليمون تمام، وهنطفي عليها يا جماعه، وهنحطها في الطبق، وهبقى انزل لكم صورتها في الكومنتات. تمام، يلا ربنا يوفقكم ويوفقنا. ولو اي حد برضو عنده اي حاجه، اي كومنت عايز يقوله يا ريت نسمعه منكم، احنا بنحب جدا بنحترم ارائكم. الكميه دي قد ايه يا رحاب؟ الكميه دي قد ايه يا رحاب عشان ايه الناس تبقى عارفه؟ لا بص، كيلو ولا ربع؟ على حاجه انا ما حددتش الكميه، انا كنت شارك على وشك الالياف بتاعتها ايه. خلاص فما حددتش. هي شالت الجزء التالف وتبقى الجزء السليم اللي هو الجزء اللي ايه معطب، صح؟ بس عجبتك الحلقه دي، اوعى اوعى تدوس على الشير. انا بقول لكم اهو، لايك بقى وشير وكومنت وايه وصياد ورحاب. واستنوا برده في حلقه تانية انا شايفاها من وجهه نظري، هو في عدو لدود لينا، بس هو مش عدو لكل الناس، هو عدو لبعض الناس، البروكلي يا جماعه. ان شاء الله ان شاء الله في حلقه من الحلقات هعمل لكم ازاي ناكل البروكلي ونحبه ولاولادنا كمان. طريقه عامه انا نفسي بحبها جدا، وكمان اولادكم هيحبوها وانتوا هتحبوها. ده طبعا الكلام ده بالنسبه للناس اللي علاقتها مع البروكلي سيئه، ما ينفعش تبقى علاقتنا بيه سيئه، لان هو ليه فوائد فلكيه كتير. دكتور احمد كان قالها قبل كده، هننزل هنعيدها تاني الفوائد، وهننزل اللينك بتاع الحلقه بتاعت البروكلي بتاع دكتور احمد في الكومنتات، لان هو فعلا مهم جدا لينا ولاولادنا. المربى دي تمشي للناس اللو كارب، ياخدوها الصبح مع توستايه، والاطفالكم مربى مع توستايه وممكن حته ايه لحظه زبده او لحظه قشطه، الا بقى لو انت كيتو وعن مانع العيش ارفع بقى دهون زي كده بقى، اضرب بقى قشطه بمربى كده اهو، خلاص على حسب الكميه بتاعتك. مربى بشتغلش معلقه كده الحاج، ماشي؟ انا عايز اوريهم بس المنظر، بس اللود الابيض الاحمر يعني بيدي رونق كده، بصوا شايفه؟ فنان، انا فنان، خلي بالكم انا فنان. عامة بص الحركة دي، ما حد يعني حد مع الحركة اللي انا جيت حطيت الفراولة على القشطة. كان معكم دكتور احمد عبد الباري، دراسات عليا التغذية، انتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله لتوعية أكتر، مش هنوصيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.